40 دقيقة. هنا إذاعة الأخبار المفرحة في بريطانيا. على جدول سهرتنا لهذه الليلة من إذاعة الأخبار المفرحة العديد من الفقرات المنوعة التي نقدم لكم فيها رسالة الأمل والرجاء. نبدأ سهرتنا أصدقائي هذا المساء ببرنامج رسالة من نور يقدم باللهجة الأمازيغية تشليحيت. نقدم لكم بعده برنامج الدراما الإذاعية تحطمت القيود، من ثم يليه البرنامج الشيق أنوار كاشفة. فأطيب الأوقات. يمسيدنا خازني أيتما ديستما هيا أرسلنس مرحبا غسايس الوزيرو 212 6 23 52 71 79. هادو ستم أتظالم الفيلم من تدرت للمسيح ليلة تشلحي نغد أتظالم يات الكاسيت لبهري فولكين اللي كان سيسم القيس نمسجل الكاسيتات يات القصة لبهري فولكين نغد أتظالم الكاسيت اللي غلان يوالي وندوماري الكاسيتات تقاسيسم واللي في رضا ربي أريا تاخد عيث ما ديستما هيا نقل سبرتي النون نغد تليفون النون أرغكودان نفلكن إيل هناد سلمت على المقارنة يغنين يغتلنا ربي يا مرسرس استمعوا أصدقائي إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج يوم الاثنين القادم. اكتب لنا صديقي إلى هذا البرنامج على العنوان التالي برنامج رسالة من نور، ويمكنكم الكتابة إلينا على البريد الإلكتروني إيميل أروباس أخبار مفرحة وكم إيميل أروباس A K H B A R M U F R E H A C O M. كما يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت www.akhbarmufriha.com www.akhbarmufriha.com. تحطمت القيود. تحطمت القيود. مرحبا بك أخي الحبيب وأختي الحبيبة في حلقة جديدة من تحطمت القيود، حيث سنستمع معا إلى الجزء الخامس من القصة الواقعية.